السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حنتكلم عن عملية التنظيف الذاتي للمكيف الجري. أود أن أقول في البداية أن هذه الخاصية ليست متوفرة في جميع المكيفات الجري، وإنما متوفرة في البلور فقط. فبالتالي نشوف طريقة العملية كيف. أول حاجة نقوم بإغلاق المكيف، كده المكيف قفل، وتاني نفعل الخاصية، نضغط عليه مود وفان الاثنين، نضغط عليهن الاثنين في وقت واحد لمدة 5 ثواني إلين تظهر معي علامة CL في الشاشة. كما ترون أن الخاصية قد تم تفعيلها وتظهر CL في شاشة المكيف، تظهر CL في شاشة المكيف. كده تم تفعيل عملية التنظيف.